المشي امتى اقدر اقول عليه انه لا في حاجه غلط؟ يعني احنا قلنا ان نوع من انواع الصمت ده صحي، بالعكس انه علشان العلاقه تقدر تكمل، عشان محدش يقول كلام هو مش قصده من كتر ان هو عاطفي جدا او المشاعر عنده فياض. امتى النهارده اقدر اعرف انه نوع صمت الشريك من اللي معايا او الصديق اللي معايا او ايا كان الشخص ده، ان نوع الاختفاء ده اللي هو ممكن يبقى موجود معاكي في نفس البيت وبتشوفيه اه عشان بس ما بينسحب. بيكلمكيش، يبتدي يقول لك ايه مثلا، احمد قول لمامتك ان المفاتيح في الباب، اللي هو احمد الاختصام. قول لمامتك ما تتاخرش وهي جايه، اللي هي موجوده بس ما بيكلمهاش وجها لوجه الا انه بيتكلم عن طريق حد، او مثلا تيجي تكلم فانت تحاولي ان انت تفكي الموضوع، طب هو ممكن تعملي مش عارف ايه يعمل بس ما بيكلمكيش. اي مده قد ايه لا هو اقدر اقول اصلا انه لا كده في حاجه غلط؟ هو اساسا بقى الطريقه دي بتاعت ان انا دي قاعده طريقه معاكي في البيت استفزازيه جدا. وبتعامل معاكي على انك مش موجوده وبوصل لك الرسائل من خلال ناس تانيين وكده، دي بحد ذاتها مش اسلوب صحي للتعامل، لان انا محتاجه اخلق نوع من او شكل من اشكال التواصل لو هذه العلاقه هتفضل مستمره. يعني لو احنا هنفضل مستمرين مع بعض يبقى لازم يكون في طريقه ما للتواصل حتى لو احنا زعلانين من بعض. اوكي، تاني حاجة الموضوع زي ما قلنا محتاج انه انا باخد بريك، مش بمشي، مش بختفي، فانا باخد بريك لان احنا دلوقتي متعصبين، ده معناه ان احنا على بالليل او على بكرة الصبح بالكتير هنكمل كلام في يعني الموضوع آخرها ليلة أو يوم مثلا. بس المفروض كده. لكن ان انا ابقى كل ما انت تعملي اي حاجة مضايقاني او مش عاجباني او مش عارفة ايه، انا خلاص ابعد عنك تماما وابتدي اعيش حياتي كانك مش موجوده بالايام والاسابيع وكده، في هذه الحاله ده معناه انه في مشكله عند الشخص اللي بيعمل كده. مش شرط انه يكون انسان قاصد الاذى، في ناس مش بتاع عندها صعوبه في تعبير. التواصل في التعبير، في ناس اخذوا من وهم صغيرين على ده، عشان كده يعني الاسلوب ده مش صح حتى ان احنا نعمله مع اولادنا عشان ما ياخدوش على طبعا. كده، انه انت زعلتني طب انا هقعد مخصمك اسبوعين بس ثلاثه. هل ده مش معناته ان ممكن الشخص التاني يفتكر ان اللي قدامه ده بيتنازل عن حقوقه؟ اني واحد اللي بيسكت يعني لا، ان اللي ساكت ده كانه تنازل عن حقوقه. يعني لو انا وسالي اتخانقنا، اوكي، وانا اديتها السايلنت تريتمنت اللي هو الصمت الرهيب ده، فهي كده ممكن تفتكر ان انا خلاص هي تنازلت عن حقها ومخصماني مش مهم. هو هيخلق شكل من اشكال المشاكل، يا اما هيخلي الشخص الاخر ده يحس اني انا مش فارق معاكي او انتي مش باقيه عليا، او لو هو مش فارق معاه هو كمان هيبتدي يقول خلاص مش مشكله هي تتفلق بقى، مش مهم. او يعني المهم انه في الاخر احنا مش هنوصل لحل لاننا ما اتكلمناش عشان نوصل لحل. طيب يعني نعمل ايه لما نوصل مثلا؟ ساعات حد يقول لي طب ما انا اتكلمت في الموضوع مره واثنين وثلاثه واللي قدامي بيعمل نفس الحاجه اللي بتضايقني. حتى في هذه الحاله احنا محتاجين ان احنا نبقى بنعرف نقول ده ونبتدي نبين طيب انا هبطل اعمل الحاجه يعني انا محتاجه اشرح لك الاكشن اللي انا باخده، مش هاخده لوحدي. ما هو مفيش، ما هو في حاله صمت. ايوه لا ما هو حاله الصمت مش صح. احنا بنتكلم بقى دلوقتي ايه الصح؟ ايه الصح يعني من ناحيه الصامت؟ الصامت المفروض ان هو يعني لو يعمل ايه؟ الصامت ده هو بيستخدم اسلوب الصمت ك ايموشنال مانيبيوليشن او علشان يتحكم في اللي قدامه او يضغط اللي على اللي قدامه. قدامه على مشاعره، يستغل انه انا عارف ان انا مهمه بالنسبه لقدامي فهو مش هيسيبني، ففي الاخر انا هيبقى عندي الابر هاند او انا اللي هبقى مسيطر. ده موضوع يعني في هذه الحالة هو بيعمل كده، هو intentionally بيعمل كده أو قاصد إنه يستخدم ده كضغط، لكن ساعات هو مش بيبقى قاصد بس بيبقى بيحاول يعبر عن موقف. أنا زعلان طب ما أنا كذا مرة اتكلم في الموضوع ده واللي قدامي بيعمله برضه. ده ممكن يبقى مقبول لو الموضوع ده حصل مره، ولكن في الطبيعي ان احنا لما بنتخانق احنا بنتكلم على طول، فمره انه يبقى هنا في مشكله بحاله حقيقي، واضح ان انا زعلتك قوي. تمام. انما لو احنا كل مره، لان في ناس ده يعني في ده مرض، يعني الباترن الطبيعي ده بتاعه الباترن بتاعه هو عمره ما بيصالح،
او عمرها ما بتصالح، عمرها ما هتقبل بالكلام، عمرها ما بتقبل ان هي غلطانه. هي دايما اول ما هتيجي تقولي، اول ما هتبتدي تتكلمي انت في مشكله، ان انت في حاجه مضايقاكي، هبتدي انا بالهجوم، ميتو انا هي كمان، انت زعلانه مش عارف ايه، انا كمان، انت مش عارفه ايه، وانا كمان، ترك قطعنا، بطلت اتكلم بالشهور. بتبتدي انت بقى، انا عايزه اعرف هنا السؤال، ازاي ممكن تبقي، ما هو في الاخر الطرف الاخر ممكن يبقى بيحبه برضو وعايز يكمل، أي. ازاي ممكن يقدر ان هو يكسر الصمت بتاع الشخص الصامت، ولكن من غير ما يخسر كرامته، لانه دايما انا اللي بصالح، ومن غير ما يبتدي يتحط له رولز يمشي عليها. هو في هذه الحالة بقى احنا محتاجين ان احنا نحاول نتواصل من غير ما التواصل بتاعنا ده يبقى متضمن تنازلات احنا مش قابلينها او مش موافقين عليها بيننا وبين نفسنا. يعني محتاجين ان احنا نفرق بين انه انا مهتم بالشخص التاني وانه فارق معايا وان انا عايزة ابين له انه يهمني، وبين اني ابقى عندي اعتمادية نفسية عليه تخليني ابقى عشان هو ما يسيبنيش انا اتنازل وانا افقد كل حقوقي. فدي حاجة برضو المفتاح بتاعها عند الشخص نفسه. انا لغاية فين؟ اوكي انا ممكن يعني اعمل كومبرومايزز او اعمل حلول وسط في حاجات، ولغاية فين لا انت كده عايز كأنك بتلوي دراعي علشان تخليني ابقى ممسوح خالص قدامك في العلاقة، او ما عنديش شخصية، او ابقى ماشي على الخط اللي انت مديهوني وبس. في هذه الحالة يبقى العلاقة دي علاقة غير صحية، وانا محتاج اشوف بقى يا اما اخرج منها يا اما اصلحها. لكن ما ينفعش يبقى هو ده اسلوبي في التعامل على طول الخط، انه كل ما انت بتلوي دراعي يبقى انك ما تكلمنيش، انا بروح ابقى مستعد اعمل اي حاجة عشان اصلحك، او ادي اي وعود، او اعمل اي تنازلات. وللأسف انه ده بيرينفورس او بيشجع الاخر انه يفضل يعمل نفس التكنيك لانه شغال.